السلام عليكم ورحمه الله. متابعي قناه شوف تي في، كيف كتشوفوا حنا كنتوزوا الان بمدينه البرنوسي الحاله ديال واحد الطفله اللي في مقتبل العمر عندها 7 سنين. هذه الحاله الوالدين ديالها ما بحالهم. هذه البنيه هذه كانت عايشه بخير مع العائله ديالها، فجاه حتى البنيه ولات كتضعف ياك بدات كتضعف. الاب ديالها مسا دوز ليها عند الطبيب كيلقى بان عنده واحد المرض، هذا المرض اللي الاب ديالها غادي يعاود لنا اشنو وقع بالضبط. السلام عليكم سيدي. السيده كانت الدريه بنتي كانت بخير وعلى خير بحال الاطفال جميعا، والدريه شويه ولات تضعف الصحه ديالها، وجينا نشوفوا لقينا عندها المرض ديال السياليك وعندها المرض ديال السكر، وانا بزاف عليا داك الدواء ديالها شويه غالي والحاله ضعيفه، والله يجزيكم تعاون. دينا السبيطار ومتبعين لها دابا الدواء، وداك الشيء وداك الدواء شويه غالي، ونتمنى على الناس. كيفاش اكتشفتوا داك المرض السكر؟ دينا على الطبيب، الطبيبه كاينه في السبيطار ديال المخزن، هي اللي اكتشفت هذاك المرض ديالها، دوزنا ليها وداك الشيء، هي اللي قالت لك راه فيها ودي راه فيها السكر. كتاكل بالجهاله وما تتعقلش، والدريه تتنقص في الصحه ديالها، حنا ما كناش عارفين. ملي المدام ديالي كانت داخله مع الناس هكا في الجمعيه، هما اللي قالت شوفي ما ربنا يكون عندها المرض ديال السكر وهذا الشيء، ملي دارت لها التحليله لقات طالع عندها 9 غرامات. وتبعنا لها الحمد لله الدواء وهذا الشيء، ورجعت الدريه شويه بعدا على اللي كانت. ايوا دابا نتمنى شي سيمانه هكاك هي في السبيطار بنورشت. قبل العيد الكبير. دابا الحاله ديالها كي دارت بالك انت كانت خارجه كتلعب مع الناس؟ ملي كانت خارجه تتلعب غيبات، ملي غيبات جاو الناس هكا تجمعوا على هذا الشيء، قالوا لها السيد الدريه مال، قالت لهم ودي راه مريضه شويه بالسكر. هذيك السيده اللي تلاقات بها هي اللي عطاتها النمره ديال الجمعيه، الله يجازيهم بخير، الله اللي غادي يخلصهم. وتمنى الله تعالى الله يخلص الجميع، الله يوقف مع الجميع. اللي البنيه الوحيده اللي عندك؟ عندي جوج وليدات اخرين. هذا الشيء اللي الدواء ديالها الغالي، الدواء ديال السكر، ولا حتى داك الدواء ديال الرجيم، الماكله ديال الرجيم اللي كتاكل حتى هي داك الماكله ديالها غاليه شويه. واحد تاكل هاد الدراما كتاكل بحالنا حنا القمح والفرس، وديك الماكله ديال المخاصه لا الفانيد ولا كل شيء، الماكله ديال المخاصه هذاك كتباع بوحدها في ضرب عمر، داك الشيء شويه غالي في. والله الله يجازيهم بخير، شي نتمناه. حاولتوا تتواصلوا مع شي جمعيات؟ كان تبعني مع هاد الجمعيات ديال هاد المرض ديال السياليك، كيوريوها كيفاش الخبز اللي دير ليها والمسمن باش تتبع مع هذاك الشيء، هذوك متبعين معاهم بعدا هما اللي نافعينها دابا. دابا شويه الحمد لله ملي متبعه مع بعدا الريجيم ديالها شويه. سي رساله ديالك باش توصل للناس المسؤولين والناس المعتنين. ايوا نتمنى على الله يستلمتوا لهاد الهضره اللي قلت، ولا بغى اللي بغى يتساعد معنا الله يجازيه بخير، للناس المسؤولين والناس اللي مطوعين سبيل لوجه الله تعالى. نتمنى الله تعالى يوقف مع الجميع، الله يجازي بخير كل واحد. عطيتهم لادريس، لادريس فين البلاصه؟ البطيمه 43 النمره 36. مشيت البرنوس. البرنوس. قرب على الطريق. حدا الطريق قدام اون فاس مع الكيوسكات ديال الماكله اللي في الطريق. دابا البنيه سبع عمرها دابا تقريبا. دابا طالعه في 7 سنين. دخلتوا المدرسه باقي؟ داخله المدرسه دابا طالعه الثاني ان شاء الله. كيف كدير مشكله في القرايه مع الوداد؟ ودابا ثاني بدلت لها ثاني البروغرام ديال الريجيم ثاني، كتعرف مع المدرسه بدلت لها شويه ثاني. هذا هو اللي خليت دابا نعساس، حيت خاصها تاكل باش تنعس الصباح تنوض ثاني المدرسة. تنوض ثاني بكري باش يعني الله ثاني تفطر تخرج ثاني من المدرسة. كيف كتشوفوا معايا متابعي قناة شوف تي في؟ الحالة ديال هذه البنية عندها 7 سنين باقا صغيرة، الوالدين ديالها تعافوا معاها، خلى الأب ديالها مسكين في داها سنطرات، خلى آخر كيف قال لي هو قبيلة آخر مرة داها هو السبيطار ديال الهاروشي ديال بنورز. تما فنعرفوا الحاله ديالها. تما فنعرفوا راسها. اما كنت كدير عند الطبيب؟ ما الطبعة ما عرفش المرض ديالها. نتمنوا لها الشفاء. ايوا الله يشفيها. الرقم ديال الهاتف؟ الرقم 06 44 72 68 38. 06 44 72 68 38.
كتشوفوا معايا متبع قناه تيبي الرقم. الله يجازيكم بخير. اباتو ما كتشوفوا المسكره درويه. الحمد لله. خدام تلقى الحال ان شاء الله كاين الليل وكرم الوليدات. وهذه كتعرفوا المصاريف ديال الدواء ديالها. الحمد لله. العنايه بها والريجيم ديالها، الريجيم غالي وكيطلب وقت وكيطلب نظام. دابا تا ما مسكينه مابقاش كتنعس دابا. خاصة دابا حتى تبقى مقابلة حتى ل 12 تعبر لها ثاني السكوار وتوكل ثاني وعاد تنعس. وكل نوبة خاصة تنطل عليها حيت دابا مو السكوار في أي لحظة يقدر يغيب لك. هذا هو ديما رد معاه. ديما رد على مع البان مسكين. هذا هو الصراحة هي ماما هي اللي كتدير مدرسة وكتجيبها. هي اللي كتدير مدرسة وتجيبها. ولكن واحد المجموعة ديال الناس أخلط فيه. شكرا اخويا. بغى النمره، ديالك شحال الرقم؟ 06 44 72 65 38. اخلط فيها حتى الرقم هو كيظهر على الشاشه، الرقم كيقول السيد هو كيتواجد الناس كيشوفوا البرنامج. والله الشكر ان شاء الله. هذا ما كنت انتم الله يجازيكم بخير، الله غادي يخلصكم. هذا هو اللي الله يجزاك. حنا كنتواجدوا بعين بسيد البرنوسي الباطمه طريق في طريق الباطمه 43 الباطمه 43 كتطلع على كتطلع على المحطه ديال الطاكسيات ديال الطريق 17. اللي كيديروا 17 وكيديروا الحربيلي وكيديروا شكرا اخ لطفي. شكرا اخ لطفي و ربي كبير. حنا كاين مازال الحمد لله كاين المحسنين، كاين الناس اللي عاونوا البنياق اللي بغى يجي عنده الدار يشوفها راه في البرنوسي بلاصه معروفه. انت راه الان متبع ليها عند الطبيب، متبع ليها دابا عند الطبيب كيديها تلميريزو وكيجيبها. هادشي اللي كاين. لهذا متبع قناه تيبي نشكركم ونشكروا جميع متبع قناه تيبي، والله يجزيكم بخير خوتي المحسنين المسؤولين. الجمعيه قلت لهم ملي كيعطيو هذا الجمعيه ديال السكري. عام متبعين معاك كيفاش تصاوب لهادشي ديال المسمن والحلوى وباش تعاون راسها شويه. حيت هي ما كانتش كتعرف تصاوب لها هذا الشيء ديال دابا الجمعيه هما اللي مساعدينها عا كيوريوها كيفاش تصاوب لها الخبز وتصاوب لها هذا الشيء ديالها. الحمد لله بعدا كاين والحمد لله اللهم لك الحمد بعدا كينفعوا شويه الله يجازيهم بخير تا هما هذا الشيء اللي كاين صراحه. هي شكرا اختي اميره اميره امي قالت لك الله يشفيها. الله يجازيهم بخير. الحمد لله تماما اخويا لطفي تماما الله يشافي الله يشافي جميع المسلمين. هذا ما الى هنا متبقا شفتي نشكركم والى اللقاء في بث مباشر اخر ان شاء الله. الاب مسكين خرجناه من الدار. ايوا الحمد لله الحمد لله. مسكين لا حول ولا قوه الا بالله. الاب ما فعلوش مسكين اضطر باش يعيط لشوف تي في بس النداء ديالو وصل الناس المسؤولين والناس المحسنين الله يجزيهم بخير. انا كنزيد المحسنين اللي كنشكرهم من هذا المنبر هذا الله يجزيهم بخير. الى هنا متبقا شفتكم نشكركم والى اللقاء في بث مباشر اخر ان شاء الله. شكرا لكم. الله يجزيهم بخير هذول الفجر.